السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزلت درس في السحر، أوله مدرسة وآخره عقاب. وهناك يعني كانت فتاة مسحورة لسنين وأهلها يعانوا وأنفقوا المال الكثير على الرقاة، ولكنها لم تشفى بعد ولم يتغير حالها. بدي أختصر هذا الدرس في درس أقصر، لأن هناك في أخت تسألني، يعني هي كان عندها تعطيل في الإنجاب وأرادت يعني أن تقرأ سورة البقرة وتصدقت، أرادت أن تقضي دين عن أحد أقاربها، من باب وكانوا مقايضة أو صدقة خفية بينها وبين هذا الذي أرادت أن تقضي عنه الدين، لكنها يعني بالآخر يعني زوجها اكتشف هذا الأمر، وكانه بدأ يتكلم في كل مكان إنه يعني قضينا الدين عن فلان وفلان وفلان، وكانه فضح الأمر كله. ويعني هل هي يعني وكأنها مرائية، أو هل تؤجر هذا الأمر؟ طبعا هي نيتها كانت أن تقضي الدين وتقربا لله، عسى الله أن يرزقها الذرية. طبعا أجرها وصل، لكن زوجها يعني من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة، أو من فرج كربة من كرب يوم في الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الشاهد هنا إن شاء الله يعني هل أخذ سورة البقرة، هل أخذ الاستغفار، من أين أبدأ عشان الله يعطيني الإنجاب ويبطل أسحاري يبطل كل هذا؟ يا جماعة، هذه إشارات يبعث الله لنا إننا نحن بعيدون كل البعد، أو لربما نحن نعبد الله ولكن لا نعرف الله. لربما نعبد الله ولا نعرف الله، حافظين كتاب الله ونقرأ ونصلي وهكذا، لكننا ما تفقدنا كيف نعرف الله. والشاهد هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أصحابه التوحيد 13 عاما قبل أن يعني تشرع الصلاة، وهم عرفوا الله حتى بدأوا يسألوا الله عن ملح طعامهم عن كل شيء. فإحنا هنا نعبد الله، نعرف أوامر الله ولا نعرف الله. لربما أنت على خير في العبادات ولكنك لا تعرف الله، لربما أنت بعيد كل البعد، غيب نميم سب شتم كلام العادي، يعني عادات أصبحت كلامنا سبنا وشتمنا والغيرة والحسد والحقد كلها من باب عادي، كلها نفس الشيء، كلها نفعل هذا الفعل، وهذا طبعا لا يرضي الله. طيب، الله بعث لك إشارة من باب السحر الذي لا ينتهي، الزوج الذي لم يأتي، الولد، الذرية لم تنجب الذرية، فما علي أفعل؟ فكان علي باب من التعطيل. أول إشي أنا أتفقد عباداتي، أتفقد صلاتي في وقتها، أتفقد كل شيء مع الله، وأراقب الله في كل صغيرة وكبيرة، معاملاتي، أكلي حلال، شربي، كلامي، كل إنسان، هل أنا تقي، هل أنا سوي، لأنه لا يتقبل الله إلا من المتقين. فأنا على خير يعني مع الله، فإن كنت على خير فهناك أمور أنا غابت عني، إني أنا فقط أؤدي الواجبات اللي علي دون ما أعرف الله. فعلينا أن نرى أين هي المواطن التي يحبها الله. الله يحب أحب الأعمال إلى الصلاة، إلى الله الصلاة في وقتها، وأحب الأعمال إلى الله ذكر الله، والاستغفار هو ممحاة للذنوب هذه التي حالت بيننا وبين معرفة الله. فنلزم إن شاء الله نلزم التوبة، نلزم الرجوع إلى الله، نعيش آية من خلال هذه الآية سنعرف الله، بينا هذا الأمر إن شاء الله. لكن نتفقد كل ذنوبنا التي قد تكون هي سبب التعطيل، كل ذنوبنا، ثم نأخذ بكل الوعود. مثلا الرسول عليه السلام قال داووا مرضاكم في الصدقات، فالصدقة هي برهان، الصدقة فيها عطاء من عند الله. نعم، الاستغفار فيه رزق، فيه أولاد، فيه ذرية، فيه زواج، فيه أمطار، فيه علم، فيه كل شيء الاستغفار، فنلزم الاستغفار. سورة البقرة إن كان في هناك أسحار أو قلة فهم عنا بأمور ديننا،
سورة البقرة لأن هي عقل مدبر، والصحراء لا تستطيع لسورة البقرة، لكن من أين أبدأ؟ أبدأ إني أعرف أول إشي أنا لا أعرف الله، فأنا أبحث عن مواطن إني أعرف الله، وأعرف إني أنا لربما مقصر فأبحث عن تقصيري أو ذنوبي فأتركها لله، وهكذا نبدأ المشوار. فالهدف مش إني أنا أقرأ سورة البقرة وأخذ الاستغفار على أساس إشي ولد يعني ذرية، الهدف إني أنا أتوب من الذنوب لأني أنا مأمور إني أتوب منها، وألزم الاستغفار بالليل والنهار توبة لله على هذه الذنوب، وأغير من حالي أني أصير مرآة لهذا الدين، أمر بالمعروف أنها محب إنسان يحب الله يحب رسوله يحب المؤمنين من هذه الأمة العظيمة، ولا يكون عبء على هذه الأمة أو أخلاقه سيئة وهكذا. فنحن هكذا إن شاء الله إحنا نتعرف على الله من خلال قربنا إلى الله، ونرى المواطن الذي يحب الله. قل إن كنتم تريدون أن يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، ومن عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. طيب الفرائض التي فرض الله علينا، الصلاة الصيام الحج الزكاة، وكل ما نهانا الله عنه، كل ما نهانا الله عنه وكل ما أمرنا الله عنه نأتي بقدر المستطاع، قديش نستطيع أن نمتثل لأوامر الله ونخاف من الله ونراقب الله. ف وأحب ما تقرب إلي عبدي فيما افترضت عليه، هذه الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بالاستغفار بالذكر. وأهم شيء نبدأ بالاستغفار لأن إحنا قصرنا في جنب الله، فنبدأ بالاستغفار لأن الاستغفار فيه الوعود التي أنت تبحث عنها، الاستغفار فيه الوعود التي تبحث عنها، المال الرزق التعطيل ينتهي كل هذه. نعم، وتأخذ الاستغفار محمل الجد وتلزم الاستغفار بالليل والنهار، عسى الله أن يغير من أحوالك. ف ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل، والنافلة هي الاستغفار، قراءة القرآن، قيام الليل، صيام اثنين وخميس، صدقات، كل هذه، وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وتستمر هكذا، تستمر في التقرب إلى الله. وما تقرب إليه عبدي أحب إليه مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل. هذه النوافل إذا قد أديتها وأكثرت منها وتعمل كل عملك، يعني إذا صليت مثلا ركعتين في جوف الليل أجلها أربعة، ليش؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي، يعني يكثر ويتقرب إلي. بستغفر 5000، خليني 10000 مثلا، لا يزال عبدي يتقرب إلي. هكذا يزيد من صدقات، صدق مرة ابقى متصدق، لو بالدرهم، لو بحب التمر، لو بابتسامة. نعم، أطعم حيوان أجلكم الله. نعم، يعني لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوفه، وصلت إلى الحب، فإن أحبك الله كن، يقول لك المولى عز وجل، حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وصري الذي يبصر به، ويدي التي يبطش بها، ورجلي التي يمشي بها، ولئن سألني. تبحث عن الولد، تبحث عن قضاء الدين، تبحث عن سداد شفاء أمراض، هموم، كروب، أمور معطلة، الزوج يعني كأنه نار حمر، كأنه نار تلظى في البيت، الزوجة لا تهدأ، وهكذا الأولاد لا يهدوا، ليس لها بديل. يعني ولئن سألني عبدي لأعطينه، يا ربي هدي هالبيت، يا ربي أعطينا. الله بيفتح عليك، هكذا يفتح الله عليك، والله سيسوقك إلى الوجهة الصحيحة التي تعمل بها حتى يغير الله أحوالك. الوجهة الصحيحة هي الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنت جاهدت في القرب من الله، والله سيقودك إلى الوجهة الصحيحة، وإن شاء الله يوما ما ستجد نفسك إنك أنت قد خلصت من كل هذا التعطيل، وطلعت وخرجت من هذه المدرسة البلاء أو التعطيل، وقد عرفت الله وبدأت تلجأ إلى الله في كل شيء. خلص، أنا أموري عند الله، بدي شيء في صلاة استخارة أستخير الله، والله بوجهني، وهكذا عندي مشكلة أنا في جوف الليل أصلي ركعتين هيك سجودا طويل ثم أسأل الله، وأتصدق وهكذا، وأعمل المقايضة. هذه المقايضة التي قلنا عنها أنك تعمل عمل خالص صالح لوجه الله، كهذه الأخت التي بدأنا فيها، أرادت أن يعني تقضي دين شخص معين، لكن زوجها فضحها، لكنها نيتها سليمة وهي أجرها قد وقع على الله. هذه الأخت إنما تصدقت بهذا المال عشان تقضي دين فلان من أقاربها، ممكن أنها هذا عمل جبار. نعم، هذا عمل يحبه الله، أو إنك تترك ذنب، أو إنك أنت تطعم هر، أو إنك أنت تعفو عن من ظلمك، أو إنك أنت عن جد هذا عمل كثير جدا، يعني كأنها أحيت هذا الشخص عندما قضت عنه دينه،
أو إنه في واحد أنت لا يستطيع أن يسدك الدين فتسامحه لوجه الله، ثم تسأل الله، هنا السؤال، ثم تسأل الله: يا ربي كنت تعلم أن هذا عملي خالصا لوجهك الكريم ففرج ما نحن فيه. فهنا تبدأ تعرف الله وترى الاستجابة وترى أن الله قد غير أحواله. لكن ما يكون عقلك أنه إذا أعطاني الله الولد أنا خلصت، لا تكون إذا الله قضى عنك الدين أنا خلصت استغفار وخلصت سورة البقرة، خلاص أنا دات هاوان، أنا استطالي على رحلي، كنت تعبان يعني أقرأ وأستغفر وأذكر الله تعبان، إسا الآن خلاص أنا أعطاني الله الذي أريده، فأنا خلاص إسا أطلع على رحلي وأترك كل شيء من خلفي، يعني هكذا مكر بمكر. فدير بالك من المكر، الله يعلم كل شيء، شو بتخفي، شو بتفكر، شو بالمستقبل. فخلي نيتك سليم انك تتعرف على الله وتبقى على ذكر وتبقى في قرب، والله سيرضيك. ليش؟ لان الله جل في علاه هذه وعود وعدها الله للناس الذين يعملون الصالحات. اول شيء بالاستغفار، الله سيرزقك في سورة نوح، والله لا يعد المستغفر، هي وعود. والله قال من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. فانت تفقد نفسك، اذا في شيء موجع قلبك من بيتك، من اهل بيتك، من جارك، مغلبك، انت تفقد ذنوبك مع الله، ثم اصلح ما بينك وبين الله، سيصلح زوجك، سيصلح جارك، سيصلح الديون، ستقضى الديون، سيرزقك الله الولد، سيعطيك كل شيء. لكن استقر على انك انت تعبد الله كما يحب الله ويرضاه، ولا تشرك بالله من باب انك تنسب فضل الله عليك لغير الله، وامر بالمعروف عشان يستجيب الله لك، وتصدق، فهذه الصدقة برهان، وهذه الصدقة نور، وهذه الصدقة تطفئ غضب الله، وهذه الصدقة إن شاء الله داو مرضاكم في الصدقات. فهو هذا كلياته إن شاء الله من باب إنك أنت ترفع عن نفسك هذا العقاب، وهذا هو، هذا جمال القرب من الله، أن تعرف الله من خلال هذه الأعمال. ولا تنسى الصلاة على رسول الله، قلنا إن الاستغفار يعني الله يعني يزيل كل الهموم التي نعرفها والتي لا نعرفها، ولكن الصلاة على رسول الله تكفيك همك الأكبر الأعظم الذي في طريقك. أنا مهموم بدي ولد، أنا مهموم تقضي الدين، لا تترك الاستغفار، الاستغفار لا يترك أبدا أبدا. نعم، وأنا سأرفق إن شاء الله هنا كمان روابط، والدرس الأكبر الذي يعني نزلته إن شاء الله روابط هنا، كيف نتعامل التحصينات وهكذا. وجزاكم الله خير، بارك الله فيكم، لا أريد أن أطيل أكثر. فتفقد ذنوبك، تفقد معرفتك إلى الله، ولا يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، وراقب ما الذي يحب الله وما لا يرضاه، دير بالك من الحرام وأكل الحرام والغيبة والنميمة والغش والسب والشتم والعري والتكشف الذي يعاقبه الله علينا، يعاقبنا الله به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.